يسأل أيضا عن قضية هل المشروع في أثناء الجمع بين الصلاتين هل يجوز، هل مطلوب هو الأذان في الصلاة الثانية أو نكتفي فقط بالإقامة؟ هذه مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم. علماء المالكية يقولون بالأذان والإقامة لكل صلاة في كل الجمعة تقريبا، كل أذان على الأصل، لأن الأذان مطلوب سنة لكل صلاة والإقامة مطلوبة سنة لكل صلاة. وهناك من يكتفي بأذان واحد وإقامتين، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في أنه صلى بأذان واحد وإقامتين في عرفة، وعبد الله بن مسعود يعني صلى بأذانين وإقامتين، ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر فيه سعة وفيه يعني اجتهاد واختلاف، منهم من يحمل المسألة على أصلها، أن الأصل كل صلاة لها أذان فليؤذن، وكل صلاة لها إقامة فليقم. ومنهم من أخذ بظاهر حديث مروي في الصحيح في جمع في عرفة أنه صلى بأذان واحد وإقامتين، فيتمسك بذلك ويقف عندما سمع ولا حرج.